السلام عليكم طلاب، إن شاء الله هسه رح نبدي باللكتشر الخامس. أول شيء هذا اللكتشر يحكي لي على الأمراض اللي تصيب الجي آي تي، تمام؟ فهسه نجي ناخذها بالتفصيل. أول شيء يقول لي إنه الجي آي تي، إحنا نعرف أقسام الجي آي تي اللي هو يتكون من الإسوفيجاس والستومك واللارج والسمول انتستين والركتم، وأيضا أكو أعضاء تشترك بعملية الدايجستشن مثل الليفر والجول بلادر والبنكرياس. هاي هنا هيجي، هاي هنا مقدمة ما بيها فد شي مهم. زين هسه نجي على المهم، الأورال ديزيز، الأمراض اللي تصيب الأورال الفم، شنو هي؟ هي البلاك انديوز ديزيز. شنو هي البلاك انديوز ديزيز؟ مثال عليها الجنجيفايتس اللي هو التهاب اللثة، البريودونايتس اللي هو شو اسمه، هم يعني نوع من أنواع الالتهابات اللي تصير باللثة، والدينتال كارياس اللي هو تسوس الأسنان. زين هاي خلصنا من عندها الأورال ديزيز. نجي على الإسوفيكال ديزيز، الأمراض اللي تصيب المريء. أول شيء مشهور عندنا هو الغاسترو إسوفيكال ريفلكس ديزيز اللي هو الجيرد، تمام؟ بعد شنو الأكيوت ديزيز، may include infection، وممكن انه يقول يصير infection اللي هو منو الاسوفاجايتس اللي هو يصير التهاب بالاسوفاجاس، تمام؟ زين هسه نجي على امراض الغاستريك، امراض المعده. يقول لي اكو بعض شو اسمه الديزيز اللي تاثر على الاستومك اللي هي شنو الانفلاميشن، يعني التهاب الاستومك بواسطه انه infection. زين وهذا الالتهاب شي يسموه غاسترايتس، يعني انه الغاستريك ديزيز من يصير يعني التهاب بالغاستريك راح نشير له باسم الغاسترايتس. زين الانتستينال ديزيز، زين الانتستينال ديزيز شنو؟ يقول السمول واللارج انتستين ممكن تتاثر بالانفكشن. زين وال فيزيولوجيكال ستيت، انه ممكن واحد بحالته النفسيه او شيء، او يعني انه خلينا نقول شو اسمه، سوري مو حتى النفسيه، لا الفسيولوجيا ما الجسم. زين وممكن انه تتاثر بالاوتو اميون، انه بجهاز المناعه، وايضا الحالات المعديه همين، انه ممكن مثلا بكتيريا او فتشي تاثر لي على الانتستين. زين يقول لي الانفلاميشن اوف الانتستين شنو اسمه؟ انتيرو كولايتس، الانتستين انتيروكولايتس. زين الانتيروكولايتس ممكن شي يسبب لي دياريا. زين يقول لي السمول انتستين تتكون من شنو؟ الدودينام والجوجينام والإيليوم، تمام؟ تتكون من شنو قلنا؟ من الاثني عشر، وهاي الجوجينام والإيليوم. زين الانفلاميشن مال السمول انتستين شنو اسمه؟ انترايتس. زين اوكي وبعد شنو يقول لي؟ يقول لي ممكن انه بيبتك ألسر تصير بالاثني عشر، سامعين اكيد بيها القرحة مال الاثني عشر، تمام؟ فهسه هنا المهم انه التهاب السمول انتستين شنو يسموه الانترايتس. زين وهو التهاب الانتستين بشكل عام شنو يسموه؟ انتيروكولايتس هذا هنا. زين هسه نجي على اللارج انتستين، سوري اللارج انتستين. اللارج انتستين يقول لي مثل الابندسايتس اللي هي الزائدة الدودية، اكيد سامعين بيها انه هاي الزائدة الدودية هي موجودة يعني بالجسم، يعني بالحالة الطبيعية موجودة بالجسم، بس شنو ممكن انه اثناء عملية طرح الفضلات ممكن انه جزء من الفضلات يطفر لهذا المكان ويتضخم بي. زين فيصير عندنا هاي الزائدة الدودية والسبب الالم. يقول لي ممكن انه يصير هذا زين، وممكن يصير الانفلاميشن اوف الابندكس اللي هو التهاب القولون، جنرالايزد انفلاميشن اوف ذا لارج انتستين شنو اسمه؟ كولايتس، يعني اللارج انتستين انفلاميشن اسمه كولايتس. زين هذاك شو اسمه؟ انترايتس، مال سمول انتستين انترايتس، تمام؟ زين هسه نجي على الركتوم والأينس،
زين، يقول الركتم والأيناس ممكن إنه أصيبها أمراض مثل الهيمورويد، زين، والبروريتاس آني، بروريتاس آني، والأنال كانسر، تمام؟ زين، وممكن إنه أكو أمراض تصيب الدايجستيف جلاند، مثل شنو عندنا؟ يقول لي الهيباتايتيك ديزيز، يعني إحنا نعرف إنه الليفر هو مسؤول عن الهضم، فالليفر ممكن إنه يصير بي إنفلاميشن بسبب يعني أو يكون الإنفلاميشن أكيوت أو كرونيك، وممكن الليفر يصير بي فيرال فيروس اللي هو هيباتايتس A و B و C. زين، والبنكرياس أيضاً، البنكرياس يتعرض إلى شو اسمه؟ الاكزوكراين بنكرياس. طبعا احنا نعرف انه البنكرياس هو عنده اندوكراين سيستم والاكزوكراين، فالاكزوكراين سيستم هو المسؤول عن عملية الدايجستشن، ممكن يتعرض الى انفلاميشن، زين، يسموه اكيوت بنكرياتيتس، التهاب البنكرياس الحاد. بالنسبة للجول بلادر، الجول بلادر ممكن انه يصير بيها جول ستون، يعني حصوة بالمرارة، زين، اللي يسموها كولي سايستو ليثيايسس، هاي مهمة انه نعرفها، هاي نوع من امراض الجول بلادر. زين، هسه نجي على الاتش بايلوري، اكيد سامعين بيها اتش بايلوري، اللي هي يسموها شو اسمه الهليكوبتر، جرثومة المعدة الى اخره. زين، يقول لي هي بكتيريا، تمام، هي بكتيريا، اوكي، هاي البكتيريا تصيب شنو؟ تصيب الاستومك، اوكي، والأبر بارت أوف السمول انتستن، يعني هي تصيب المعدة والجزء العلوي من السمول انتستن. زين، بعد شنو يقول لي الريسك فاكتور مالتها؟ يقول لي الكلوز كونتاكت وذ انفكتد بيرسون، يعني انه هي تعتبر معدية، الكلوز كونتاكت ويا البيرسون ممكن انه تنتقل من شخص الى اخر بواسطة الكلوز كونتاكت. زين، living condition، يقول لي living condition يعني المعيشة بمكان crowded، زين، يعني بمكان ضيق، أو يعني إنه مثلاً يعيشون مجموعة من الناس بمكان واحد، فهذا ممكن إنه يرفع خطر الإصابة، زين، لأنه تكون هاي يعني هذا المكان يكون poor hygiene، يعني إنه ما يكون نظيف بسبب سوء النظافة، زين، ومثلاً إنه الهاند واشنج يكون ضعيف عند الأشخاص، ممكن إنه ينتقل هاي الإتش بايلوري. زين، يقول لي العمر، العمر يعني يعتبر عامل أساسي للإتش بايلوري إنفكشن، ممكن إنه يكون معدل الإصابة هاير شو وقت بالتشايلدهود والأدوليسنس، يعني إنه بالصغار بالعمر كلش والكبار كلش. زين، هذا الاسم السوسيو ما أدري شنو هذا فاكتر، المهم هذا معناه شنو؟ معناه إنه شو اسمه؟ شو اسمه يعني العوامل اللي مثلا السوشيال، يعني هيك الاجتماعيه والايكونوميك الاقتصاديه، فهي تصير سوشيو ايكونوميك، تمام. زين، هاي تكون مور كومن بالديفلوبينج كونتري، بالبلدان الناميه. زين، اوكي، زين، الكونتامينيتد فود اند ووتر، الطعام والمي الملوث بهاي الاتش بايلوري. زين، يقول لي هنا أنا ملاحظة انه من خلال هاي الريسك فاكتور اللي قلناها، يقول not everyone with this risk factor will necessarily become infected، يعني مو شرط كل شخص عنده هاي الريسك فاكتور انه يصير بي الاتش بايلوري. زين، هنا أنا يقول لي the causes of digestive disease. زين، هنا أنا عندي هواية مسببات للدايجستيف ديزيز، طبعا هي يعني خلينا نقول انه يعني واضحة، هي صح هواية بس واضحة، يعني البكتيريال انفكشن هاي نعرفها، ايتينج فود اللي يسوي لي اريتيشن للدايجستيف، زين، الالرجيك، التحسس، الهاي فات، الستريس، الراديشن ثيرابي، زين، الاي بي دي اللي هو الكرون ديزيز والالسريتيف كولايتس، الجينيتيك ديزيز، زين، الهايبرثايرويدزم، بس هاي ممكن انه تكون شوية غريبة الهايبرثايرويدزم، الكانسر، الكحول، السيرجري اثناء العملية، الابدومينال تواما، ممكن الورم اللي يصير بالابدومينال، الميديكيشن خاصة من الاسبرين، هاي مهمة اركز عليها انه الميديكيشن الاسبرين ممكن يأثر لي على الدايجستيف ديزيز.
زين الاوبيسيتي السمنه البريجنسي والسموكينج، خلينا نقول انه هاي كلها عوامل شائعه، بس اهم شيء هنا شنو الميديكيشن الاسبرين ياثر على او يعتبر من الكوزز مال الدايجستيف ديزيز. زين هسه نجي نكمل، يقول لي what are the risk factor for colorectal cancer، يعني شنو هي عوامل الخطر زين اللي تأثر لي على او تسبب لي colorectal cancer. زين اول شيء نبدي به يقول لي الانفلاميشن، بس لحظة الانفلاميشن باول ديزيز مثلا الكرون ديزيز والالسريتيف كولايتس. زين ا بيرسونال اور فاميلي هيستوري، يعني ممكن انه تكون الفاميلي هيستوري اوف الكولوريكتال كانسر اور الكولوريكتال بولايبس. زين الجينيتك سندروم مثل الاف اي بي اللي هي فاميليار ادينوموتس بوليبوسيس، نحفظ الاختصار مالتها الاف اي بي، والهيريديتي زين والهيريديتي نون بولايبوس كولوريكتال كانسر اللي هي سموها اللينش سيندروم. طبعا هاي احنا كلها دا نحشي على الريسك فاكتور اللي ممكن يسوي لي كولوريكتال كانسر، يعني السرطان اللي يصير بالقولون والمستقيم. زين ويقول واللايف ستايل فاكتور مثل شنو انه اللاك اوف ريجولار فيزيكال اكتيفيتي، يعني انه النشاطات يعني الرياضه تكون ضعيفه. زين الدايت اللي يكون لو بالفروت والفيجيتابل، زين لو فايبر اند هاي فات دايت، زين اوفر ويت الوزن العالي الاوبيسيتي، الكحول والتوبيكو يعني المدخنين. زين هسه نجي على ريسك فاكتور اوف الدياريا، احنا نعرف الريسك فاكتور يكون بالتشايلد. زين ليش ريسك فاكتور بالتشايلد؟ لانه ممكن يتعرضون الى ديهايدريشن. زين وايضا الادوليسنس همين تكون خطر، لانه هم يتعرضون الى ديهايدريشن يصير عندهم جفاف. فهنا يقول لي انه هو بال شو اسمه باعمار الثلاث سنوات للاطفال ممكن يكون دينجرس، زين لانه ممكن يتعرضون الى ديهايدريشن، والنيو بورن يعني المولودين حديثا حديثي الولاده زين الى عمر سنتين الى يعني من عمر شهرين، زين والاولد بيبي همين تعتبر هاي ريسك فاكتور. زين والالدرلي همين يعني ممكن يتعرضون الى ديهايدريشن. زين الانفايرمنت البيئه poor sensation and hygiene، يعني انه تكون نظافة معدومة. زين الميديكيشن الانتيبايتك هاي كلش مهمة، يا دواء يسبب لي دياريا او ريسك فاكتور للدياريا هو الانتيبايتك. بعد شنو عندنا الامراض الدايابيتس الكيدني ديزيز والهيستوري اوف اوتو شو اسمه هذا اوتو سكسيبيشن اوتو سكسيبيشن. زين